ولا كان حد يتوقع أن شاب صحفي في بداية حياته يموت بالشكل المفاجئ ده. ولكن في قضية الجاسوسية المتهم فيها الصحفي الراحل عمر نصر هي فضيحة بكل المقاييس. طبعا موضوعنا النهاردة هو القضية المثارة حول تخابر الصحفي الراحل عمر نصر. هل تعامل الصحفي مع جريدة من دولة تانية يعتبر تخابر، ولا الموضوع فقط بيتعلق بإسرائيل؟ يعني لو عمر نصر تعامل مع جريدة تانية روسية مثلا. استاذ جابر حضرتك كنت عاوزني. ايه يا استاذ اسر الزفت اللي انت بعته لي ده؟ انت مين قال لك على حكايه المسؤول الدبلوماسي اللي راح حضر حفله في اسرائيل؟ انا مش فاهم حضرتك متنرفز ليه دلوقتي. انا سالتك سؤال وعايز اجابته. مش حضرتك اللي قلت لنا ان الصحفي الشاطر ما يقولش مصادره؟ نعم يا حبيبي، والكلام اللي بنعمله على الناس هيطلع علينا احنا ولا ايه؟ انا مش هنشر اي حاجه غير لما اعرف مين اللي قال لك. انا ما عنديش استعداد ان انا اروح في داهيه علشان حته عيل، يعني مع احترامي. بص لي كده ليه؟ ضايقت عشان كلمه عيل؟ لا يا حبيبي، واحنا صحفيين صغيرين اتقال لنا كلام اكتر من كده من كتير. سيبك من الكلام ده وقول لي، انت ليك مين بقى في الخارجيه بيسرب لك المعلومات دي؟ مزه مش كده؟ على اذن حضرتك. انا لسه ما خلصتش كلامي، استنى. اقعد اقعد يا ابني، ما تصعبطش. في ايه؟ ياسر انت شاب وطموح، بس في الصحافه الطموح لوحده ما يوصلش اللي انت بتحلم بيه. مش فاهم. ما تتقمصش بس وتعمل زي العيال الصغيره كده. انا وانا في سنك اترفضت لي مواضيع بعدد شعر راسك، بس ما كنتش بتقمص، العكس كنت بشغل دماغي وافكر، وده اللي وصلني اللي انا فيه دلوقتي. بس انا برضو مش فاهم، يعني حضرتك عاوزني ليه؟ في حاجه تانية عاوز تكلفني بيها؟ يا ابني انا عايزك تتقدم خطوه لقدام، عايزك تبص لنفسك وتفكر، هل انت ممكن تبقى صحفي ناجح وتثبت المزه بتاعت خارجيه بتاعتك دي انك قدها وقدود، ولا تاخدها من قصرها وتشوف لك مجال تاني وتبطل تضيع وقت؟ اخش في الموضوع؟ اتفضل. متجمعين عشان نبقى على قلب رجل واحد، لازم نعرف احنا رايحين فين وجايين منين وعايزين ايه بالظبط. الثورة دي ثورتنا احنا، ولا يمكن حد يسرقها مننا. والكلمة الآن بدون أي مقدمات مع الأستاذ الدكتور مجدي منصور. هتكلم أقول إيه؟ الشباب قال كلمته. يا شباب مصر، يا أمل الأمة، أي كلام هيصدر من واحد عجوز زي هيبقى تخريف. عمر 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 حبيبي حبيبي حبيبي، وحشتني جدا 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 جدا، يا نجم الاذاعه والتلفزيون كل الاعلام. لا لا بالراحه والنبي بالراحه عليا، مش كل مره. انا ما بهزرش يا عمر خالص. اهو اهو هناء ابراهيم، عارف صاحبه مقال في الجورنال اللي انت بتشتغل فيه يومي؟ اه طبعا طبعا طبعا، قابلتها قبل كده عند الاستاذ جابر في المكتب. غريبه رغم ما بروحش الجورنال كتير. ما انتوا كده يا بتوع الراي، تكتبوا من بيوتكم ومن مكاتبكم وتبعتوا لنا واحنا يطلع عين ابونا. المهم ان راينا بيتسمع. خالص، الناس بطلت تسمعكم، الناس مش عايزه كلام، الناس عايزه الحقيقه. يا عمر يا عمر عمر، احنا مش جايين نتخانق يعني. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا مش قادر افهم ان انت هتفضل على الكات لحد امتى. طبيعي ولا اشتريك؟ يا ايوني طبعك مش كده كمان يا عمر. ايه ساره
طبعا ده الكلام الحلو. بص يا ما كلمني عنك بجد. وانا كمان سمعت عنك كتير قوي. ايه الكلام كويس ولا لا؟ لا 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 ابدا يا حبيبي ولا حاجه خالص. ما هو مش معقول تبقى ابو زياد حفيدي وجوز بنتي سابقا مش عايز نتكلم عليك. لا سابقا دي ممكن تحسسها ان في قضايا بينا ولا ايه الحكايه؟ لا ابدا تمام ابدا. عمر ده ابني قبل وبعد. بس عارفه ايه؟ هو ابن عاق ما بيسالش عن ابوك. انت عارف اللي فيها. ما انت عارف انا كنت عايزك في موضوع مهم. وانا عازمك. عازمني؟ يبقى ابتديت تقبض زيهم بالظبط. عارف كده ما ينفعش كده. والله العظيم ثلاثة لو استمريت على اللي انت بتقوله والشغب ده لا ادفعك ثمن العزومه. هو ده مجدي بيه اللي اعرفه هو. يلا بينا. يلا امسك. الكلام ده جاني من نيابه امن الدوله. ده عمر. بعت الاشتراكية والنضال وبقيت رأس مالي ولا ايه الحكاية؟ وبعدين بقى انت ليك اكل ولا بحلقة مش فاهم؟ طب ايه رشوة ولا ايه؟ انا بفكر اتجوز تاني. ده صحيح جاي تاخد اذني ولا ايه؟ لا لا جاي اخد رأيك. انت كنت خدت رأي اولاني لما هتاخد رأي تاني. وانت عمرك رفضت جوازي من منى؟ حذرتك حذرتك ولمحتنا. ما كانش ممكن أصرح بأكتر من كده يا حبيبي. يا بنتي وأنا مربيها على إنها تاخد قرارها بنفسها وإنت ما أقدرش أرفض. كنت عايزني أقول لك إيه؟ تتجوزي بنتي رغم إن أنا كنت عارف إيه اللي هيحصل. بس أنا عمري ما ظلمتها. لا ظلمتها؟ ظلمتها لما اعتقدت إنها ممكن تبقى من طينة تانية غير كل الستات. يا حبيبي أنا عشت نفس التجربة عشان كده يا عمر حذرته. لا لا. لا 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 في فرق كبير قوي بيني وبينك. أنت كنت لما بتحب تريح من السجن تروح المعتقل شوية وبعدين ترجع السجن تاني. لا لا لا. يا حبيبي يا حبيبي اسم الله عليك. أنت اللي كنت كل ما تسافر سفرية عشان تعمل تحقيق ولا تعمل حاجة تخلي البلد كلها تمشي وراك ونجيبك من السفارات والإنتربول والنبي النبي والنبي النبي خلي الطبق مسطور بقى ما كان ازايها. ايوه بس هي ادتني انطباع كده انها تستحملني. وفي الاخر ايه؟ طلع زي امها. ما قدرتش ابدا تستحمل ان هي تضحي بنفسها ولا بالاستقرار. النضال ما كانش طريقة أبدا. ما كانتش قضية مؤمنة بيها. بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم في حلقة جديدة من آخر النهار. بحيي حضراتكم. الحقيقة كلما تأمل الصحافة المصرية بقف عند اسم شديد التميز في هذه الصحافة الكاتب الصحفي عمر نصر. أقدر أقول بكل يعني يقين أن هذا الرجل هو كتيبة صحفية بحد ذاتها. كلام فارغ مش عايز اسمعه. الموضوع دوت لازم ينتهي بكره. لازم نخلص منه بكره. انا مش هستنى اكتر من كده. فاهم ولا لا؟ في ايه يا هشام؟ ايه يا منى؟ شايفين بتكلم في التليفون؟ بص انا لا يمكن اسمح لواحد زي دوت يدمر لي حياتي. الحكايه من اولها لاخرها مسؤوليتك انت ولازم تنهيها. بكره لو ما سمعتش خبر جديد يبقى انت المسؤول قدامي. انت ايه ما نزلتيش ليه؟ الوقت اللي انا مستنيه عربيه المستشفى من كل الخبطات الصحفيه دي اثر على اسرتي الحقيقه. يعني عايز اقول لك والله يا خالد ان 3 سنين اللي فاتوا دول شفت ايه مثلا 15 20 مره بس. ان شاء الله الموضوع ده هيخلص قريب. بالظبط كده بالظبط. لا والموضوع كبر اكتر وبقى فيه تهديد على حياتي وحياتهم. علشان كده وامان لابني يعني قررت ان انا انفصل عن مراتي. لا والموضوع كبر اكتر بقيت بقى فيه تهديد مباشر فبقيت ايوه يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ اتجوز ولا اخلع ولا اعمل ايه بالظبط؟ فهمني. عايز اسالك سؤال محدد. متاكد يا عمر انها هتستحملك؟ لا بس هي الظروف يعني هديت اكتر من الاول بكتير. تهيألك ان زيك يا عمر خد على المغامرات خد على شكل معين من الحياه. شكرا على النصيحه يا حبيبي بجد
في الدنيا. ناكل بقى من غير قر كده. يا رب. ايه يا حبيبي؟ مشغولة؟ لا يا حبيبي عادي مفيش مشكلة. طيب أنا مش هطول عليك، أنا بكلمك عشان أقول لك إنك هتسمعي خبر حلو النهاردة إن شاء الله. وخليكي فاكرة بقى إن أنا قلت لك المفاجأة. ها؟ إيه ده؟ دي مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ لا طبعًا مش هقول لك. المهم اعمل حسابك إن النهاردة هنتعشى بره. مع ناس مهمة. ماشي. كونسيدر الدنيا يا باشا. عاوز أقرأ الموضوع في الجورنان قبل الأسبوع ده ما يخلص. شوف يا باشا أنا مش واثق من أي حاجة في الدنيا قد اللي أنا قلته، وهتشوف بنفسك. ببساطة عشان أشرحها يعني أكتر بشكل أبسط يعني عشان أشرحها للناس. وليه ما يكونش الراجل ده تحقيق أعمق شوية؟ كم مستندات كبير قوي، وده اللي سهل. الراجل ده شايف نفسه ويعمل لنا مشاكل كتير، عشان كده كان لازم يختفي من الصورة وبأي شكل. ثق فيا، رضوى ملفوفة حوالين صباعي الصغير وبمزاجها على فكرة، يعني هتعمل اللي احنا عايزينه وبأي شكل. والموضوع بتاعك بتاع تهريب ال 13 مليار الخارج دول في 2007 كوم تاني خالص. انا يعني اندهاشي من كمية الفلوس اللي تعربت يعني غير طبيعي. للأسف مع كل المعلومات يا خالد اللي انا حطيتها في التحقيق محدش خد خطوة واحدة بس، مع ان الفلوس معروف مكانها وانا كاتب ده في التحقيق. ده الطبيعي وده احنا شغالين على كده. بس عايز اسألك على حاجة، هو انت جمال ابراهيم دكتور خيري كان عايز مني حاجه؟ اه كان بيقول لحضرتك شوفي المريض اللي في العنايه. لا خالص على الاطلاق. ماشي يا مريم اتفضلي. مش ولا حد مثلا يكلمك عنده بالتليفون، حد حاول يتواصل معاك؟ لك رسائل تحس ان فيها جزء من التهديد لكن مش بشكل صريح وواضح. في موضوع العمال بقى الحقيقه اي عامل اتضرر يعني من قفل المصنع. عايزة ايه دي؟ معتصم تعال يا معلم. ايه يا معلم؟ ايه؟ بص هطلب منك طلب عشان انا بس مش فاضي اليومين دول، عايزك تعمل الموضوع بتاعي اللي كنت عامله مع رضوى، عارفه؟ بتاع المحامين اللي اتقتلوا. لا يا معلم انا اسف معلش. ليه يالا؟ الموضوع كويس جدا واسمك هينزل عليه. اسف ابوس ايدك، ابعدني عن رضوى خالص عشان خاطري لو سمحت. ليه بقى؟ زيادة عن اللزوم يا معلم، لما بشوفها ما بعرفش اركز، يعني بلقلق بتوتر بتضايق هتعقد هتأذي. في ايه يالا؟ اقف جنبي. استاذ جبر مديني الموضوع صعب جدا لازم اخلصه، وبعدين انا هكلمها ولا انت جاي لها دلوقتي؟ دلوقتي؟ ايوه. طب شكلي حلو؟ امشي يالا. الدكتور ده له علاقة بالمحامين اللي اتقتلوا. انت عرفت ازاي؟ كان موكل عند محامي فيهم، وفي شبهات بتقول انه شارك في تعذيب ناس في المعتقلات. ايوه يا رضوى بس ده كلام بعيد جدا يعني. مش شرط يكون ليه علاقه باللي حصل. احنا نمشي ورا الموضوع من الزاويه دي ونحاول نوصل للدكتور ده، ولو وصلنا له نحاول نفهم ايه اللي حصل وليه. لو ما عرفناش حاجه ساعتها ندور على زاويه تانية. زاويه تانية؟ زاويه ثالثه؟ انت تأمري. اتعدل انا مخطوبه. يعني لو مش مخطوبه كان ممكن تبصي لي؟ لا طبعا. لا طبعا وفي وشي كده؟ طب جمليها. معتصم احنا اخوات خلينا زملاء. انا ماشي. فين؟ كنت عند بابا.
وما بترديش على التليفون ليه؟ ما كانش معايا، كنت ناسيه في العربيه. ولما نزلت العربيه ما شفتيش مكالمات بتاعتي؟ انا شفت بابا عند جده في التلفزيون. حبيبي ادخل اوضتك. مش عايزه انام دلوقتي. ما تنامش يا حبيبي، ادخل اوضتك بس دلوقتي. في ايه يا هشام؟ شايفاني مش طبيعي ولا ايه؟ طبعا مش طبيعي وعصبي مش طايق ولا كلمه. انا مش عارفه بقى امتى هترحم نفسك وتريحني من اللي بتفكر فيه. تفتكريش انك عارفه انا بفكر في ايه؟ انت ولا عارفه اي حاجه. طب قولي انت ايه اللي مضايق؟ مش لازم كل حاجه مضايقاني اقولها لك. يعني انا اسكت خالص لغايه ما حضرتك تروق لوحدك وترجع تلاقيني مبتسمه وسعيده. تتهرجي ولا ايه؟ مش انا عايشه معاك، واي حاجه بتاثر عليك بتاثر عليا انا كمان. ما تقولي يمكن عملت حاجه غلط اعتذر عنها او ابطل اعملها بدل ما انت معايشنا في النكد ده. ربنا يكون في عونك، انا عارف انت عايشه في مأساة. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، انا حتى مش عارفه اتكلم معاك. مش لازم تعملي اي حاجه حبيبتي، انا اللي لازم اعمل. يعني ايه؟ يعني اللي عامل مشكله ما بيني وما بينك هينتهي قريب ان شاء الله، وساعتها ممكن اقولك انا ايه اللي كان مضايقني ده اذا كنت عايزه تعرفي. أستاذ عمر؟ أيوة مين؟ مش مهم، مش مهم أنا مين، المهم توعدني إنك تبص على السدياية دي. فيها إيه بقى السدياية دي؟ فيها حاجة خطيرة، خطيرة جداً يا أستاذ. مفيش وقت عشان أشرح لك يعني وكده، لأنهم ممكن يلحقوني في أي لحظة. اللي هما مين دول؟ هتعرفهم لما تبص على السدياية. بص عليها وحياة ابنك، تبص عليها، بص عليها. يا صباح الفل. ها اتفرجتي على البرنامج بتاعي؟ اتفرجت واتفرست، متشكرة ليك كتير جدا. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ عملت ايه بقى يا راجل نبقى مخطوبين وعلى وش جواز وتطلع في برنامج تاني مع مذيع منافس؟ لا لا لا، احنا متفقين ان الشغل حاجة والمواضيع دي حاجة تانية خالص. وبعدين تعالي هنا، احنا من امتى مخطوبين وعلى وش جواز؟ وحصل اتفاق في الحكاية دي وانا مش موجود ولا ايه؟ انت هتعترض كمان؟ لا 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 خالص، اعترض ايه؟ بالعكس، ده انا لو اعرف ان ظهوري في البرنامج ده كان هيعجل بالقرارات دي انا كنت طلعت من زمان. انت عارف انا بحبك قد ايه، بس انا مشاكلي كتير وانت مش ناقص. وانت عارف انا بحبك قد ايه، بس هقول لك على سر بقى، انا حبيتك علشان خاطر ولادك. مش عارفه ارد اقول لك ايه بصراحه. بكره نتقابل واسمع ردك. سلام. والله انا اساس حضرتك كنت منور. ربنا يخليك، متشكر قوي. بس برضه كنت مستنياك تجيب اسمي. لا المره الجايه ان شاء الله هفتكر كويس. وانت اسمك ايه بس عشان رشد؟ انت حبيبتي. ازاي ما اعرفش اسمك؟ في حد ما يعرفش سلمى اشهر صحفيه سلمة؟ عندنا رشا اشهر صحفيه عندنا. والله غلطان. ادخل. مساء الخير يا استاذ. اهلين. اهلا نزيله، اتفضلي. وانا عارفه ان حضرتك مشغول، بس كنت عايزه اعرف راي حضرتك في الموضوع ده. موضوع ايه؟ بتاع ضحايا التعذيب اللي كنت قلت لحضرتك اني شغاله فيه قبل كده. وانت اللي شغاله على موضوع ضحايا التعذيب يا زينب؟ بصراحه كده مدام رضوى هي لقيت لي اقول لحضرتك كده عشان عايزه تعرف رايك فيه. ليلها وحش، اوحش موضوع قريته في حياتي. وقالها كمان ان انا كنت هعمل لك مشكله بسبب الاخطاء الاملائيه اللي موجوده فيه. بس هي فعلا بتكتب حاجات كويسه جدا. زينب انا مش فاضي. طب هي كده دلوقتي هتعملي مشكله لما تعرف ان حضرتك ما رضيتش تقراه، وهتبهدلني اكتر لما تعرف اني قلت لك الحقيقه. وبعدين هي شايفه ان الراجل ده ليه علاقه بموضوع قتل المحاميين. ليه بقى؟ واحد منهم كان مسؤول عن قضيته. عادي، ممكن اي حد موكل المحامي ده يبقى ليه علاقه بالقضيه. حاضر يا زينب، حاضر، بس ما تعمليش كده تاني. حاضر، ميرسي. متقلقيش كله هيبقى تمام ان شاء الله. مش عارفه. وبعدين بقى انت واثق في اللي انت بتعمله ده يا استاذ؟ عيب، بس على الله يطمر. اهلا 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 يا نجم. ها اتغديت ولا اطلب لك اكل معايا؟ لا لا الحمد لله ثباتك. انت اللي خسران.
انا اصلي وقعت لك على واحد بتاع كشري قريب هنا، انما ايه ممتاز كشري. سبقتك يا استاذ. شكرا. ماشي. شوف يا عمر، انت مش محتاج تسمع مني الكلام اللي انا هقوله ده، لكن انا برضو عايز اقوله لك. تعرف طبعا ان احنا نسبه التوزيع العاليه بتاعه الجورنان اللي احنا وصلنا لها دي، وصلنا لها عشان انت معانا، وده طبعا لانك انت مش بتعتبر الجورنان ده مكان انت بتشتغل فيه، لا بتعتبره بيتك، وإلا كان زمانك طبعا قبلت أي عرض من العروض الخرافية اللي بتعرض عليك. يا أستاذ إيه لزوم المقدمة الطويلة دي؟ أنت مزنوق وعايز تسلف مني فلوس ولا إيه؟ شايلينك للعوزة يا عمر، ربنا يخليك. بس أنت عارف إن إحنا هنا محتاجين في الجورنان مدير تحرير، وأنا بصراحة لغاية إمبارح بس ما كنتش لاقي حد أنسب منك أنت يمسك المنصب ده. لكن بعد ما قعدت بيني وبين نفسي كده وفكرت، لقيت إن أنا هظلمك. هتظلمني؟ طبعا انت مواهبك الرئيسيه في الكتابه والتاليف مش في الاداره. انت يعني عندك مقالك اليومي وعندك الكتاب اللي انت بدات فيه، وفي نفس الوقت فوق ده كله الشهره، والشهره لها متطلبات، لقاءات تلفزيون وسفر وخلافه. انما يعني لو حد زي رضوى مثلا مسك المنصب ده هيبقى متفرغ له ومش هيتعب في حاجه. بس انا بصراحه ما رضيتش اخد قرار في الحكايه دي غير لما اسالك الاول واخد رايك فيه. ده جورنانك يا أستاذ، انت رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، من حقك تاخد أي قرار تشوف فيه المصلحة. يا سلام، ده عشمي برضو. كنت حاسس ان انت رأيك يا عبا كده، بس لعلمك بقى رضوى انت مش حققي أي نجاح في المنصب ده إلا إذا كان عمر جنبك وساعدك. للأسف يا أستاذ أنا مش هقدر أتعاون معاها ولا ساعدها، لأن زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي أنا عندي حاجات أهم من شغلي. يعني إيه مش فاهم؟ يعني أنا بقدم استقالتي لظروف شخصية. ألف ألف مبروك من قلبي طبعا. بعد إذنك. أنا أستاهل إن أبقى مدير التحرير. وأنا باركت لك. عمر. عايز إيه؟ إيه المطلوب مني أكتر من كده؟ ما تمشيش. صعب. عندي ظروف تمنعني ان انا استمر هنا. اتكلم معايا بصراحه يا عمر. لو اتكلمت معاكي بصراحه هتزعلي. كبيره عليك ان انا ابقى رئيستك مش كده؟ كبيره عليك انت. انت مغرور. انت اللي طلبتي ان انا اتكلم بصراحه وهي دي الحقيقه. انت بتهني رغم ان انا عامله حساب الزماله والعشره اللي بيننا. انت اللي بتهنيني وبتقولي عليا مغرور، وبتهني نفسك لو متخيله ان انت تقدري تشتغلي شغلانه زي دي. انت اساسا مش صحفيه يا رضوى، وكل يوم بتقضيه هنا يوم ضايع من عمرك. لا عندك ملكه الكتابه ولا حس الصحفي ولا قدرات اداريه تخليكي تسدي في شغلانه زي دي. وفري وقتك وفكري كويس قوي في اللي انا بقوله لك، وفي يوم من الايام هتشكريني علشان قلت لك الحقيقه. اقسم بالله العظيم يا عمر يا نصر، لو كان الاستاذ جبر عرض عليك انت المنصب ده وقال لك عايزك تبقى مدير تحرير كنت انت اللي رفضت بنفسك وقلت له معلش سوري انا مشغول. بس انت عايز بس تحس انك عظيم وانك اعلى بكتير من البني ادمين الغلابه اللي زينا. انت مش قادر تصدق ان واحده ست ممكن بمجهودها وكفاءتها توصل انها تتفوق عليك في حاجه حتى لو كنت انت مش عايزها. عشان انت جزء من المجتمع الذكوري المتخلف اللي احنا عايشين فيه. انا لو قطعت نفسي 100 حته برضه هتفضل باصص لي ان انا واحده ست، وبرضه اكيد عملت حاجه غلط عشان اوصل للي انا فيه. انت مصدقه اللي انت بتقوليه ده؟ حتى لو مصدقه دلوقتي بكره تتاكدي ان الكفاءه هي اخر حاجه اختارك علشانها بس اسكت. ويوم ما تعرفي هتفضلي برضه تضحكي على نفسك. هتندم يا عمر يا نصر. زينة، هو انت مش عندك واحد قريبك شغال في التنفيذ؟ اه في حاجة؟ ما تنزلي تشوفي لنا خبر ترقية بتاع مدام رضوى نزل ولا لا؟ عايزين نفرحها. تصدقي فكرة؟ انا هنزل حالا. يلا.
حسام؟ حسام؟ دخلت هنا ازاي؟ انا زينب بنت خالد حسام وكنت عايزاه في موضوع عائلي كده. طب ما تدخليش هنا تاني، اتفضلي بره. خليك انت هنا. كان لسه هنا من شويه. بسرعه. حد يعمل لي سطر وحد يطلع يقفل في باب العماره. اهدى شويه، انا شفت كل حاجه. بقول لك ايه، ده مفتاح الشقه بتاعتي اللي تحت، الشقه فاضيه. انت المسؤول طبعا، وانا مش هسكت وهوديك في داهيه. انا اتصرفت لان المشكله ديت ما ينفعش انها تبقى موجوده في حياتي، وهو غرف 60 داهيه. الو، ايوه يا بابا. اه يا حبيبتي، اه عامله ايه دلوقتي؟ بس انا ما عرفتش اكلمك طبعا في الجنازه. بقاء لله وحده. مش مهم يا بابا الكلام ده دلوقتي، انا عايزاك في حاجه مهمه. ايه مالك؟ انا سمعت هشام وهو بيتكلم في التليفون وبيقول كلام غريب. كلام ايه؟ انا حاسه يا بابا انه بيخطط لحاجه وقلت لك. في ايه يا منى؟ كلمي. بابا انا شاكه ان هشام ليه يد في اللي حصل لعمر. الكلام اللي انت بتقوليه ده معقول الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده يا بابا. بتكلمي مين؟ انت مش سامعاني؟ بقول لك بتكلمي مين؟ بكلم بابا. اه طب بيكلمي وقت تاني عشان مستني مكالمه مهمه. الو، معلش كان معايا مكالمه، ممكن نتقابل بكره مفيش مشكله، بس مش عاوز اي حد يعرف. انت فاهم قصدي ايه؟ يا منى انت رحتي فين؟ معلش يا بابا الخط قطع. انا في البيت. ايه الكلام اللي انت قلتيه من شويه ده؟ قولي لي بالظبط عشان انت قلقتيني جدا. انا مش عارفه اتكلم دلوقتي. طب خلاص 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 يا حبيبتي، انا جاي لك، انا جاي لك. مع السلامه. مع السلامه. انا مش هقدر اكمل المهمه دي. مش هتنفذ الاوامر يا فندم؟ انا لو خنت زمايلي سهل قوي ان انا اخون بلدي، وده لو امر رسمي انا مستعد ان انا اضحي بحياتي علشان خاطر الوطن، لكن امر بالشكل ده سامحني مش هقدر. برافو برافو يا حلمي. نعم يا فندم. كنت هتصدم فيك قوي لو نفذت اللي طلبته منك، بس انا بحمد ربنا ان انا لسه عندي القدره على تقييم الناس، وانا نظرتي ليك في محلها، ده كان امتحان
وانت عديته بنجاح باهر يا حلمي. ايه ده؟ يعني سيادتك ما كنتش عايزنا نتجسس على زمايلي فعلا؟ ما تاخدش الكلام كله زي ما بيتقال لك، لان اللي ما بيتقالش اكتر بكتير جدا من اللي بيتقال. اهم شيء انك ما تعتمدش على اشخاص، خلي ثقتك بنفسك ودماغك وبس. طب وكلام سيادتك ليه دلوقتي؟ هل هو حقيقي هو كمان ولا اهو ده اللي مش هتقدر تعرفه؟ تعرف يا حلمي، انت بتفكرني بنفسي ونفس سنك كده. رئيسي المباشر طلب مني اني اكتب تقارير عن زمايلي، ما قدرتش، رفضت ورحت اعتذرت له. وهو كان رد فعله ايه سيادتك؟ رقاني، طلعني اول مهمه ميدانيه ومسكت المسدس وبدات العب لعبه الحياه والموت. وده بالنسبه لسيادتك كان كويس؟ المساله نسبيه تماما، يعني في ناس ممكن تعتبره نعمه وناس ثانيه تعتبره لقمه. مش بقول لك يا حلمي، بتفكرني بنفسي بالظبط وانا صغير في سنك كده لما رئيسي اداني اوامر اني اكتب تقارير. نفس الحيره اللي في عينيك دي هي كانت نفس الحيره اللي في عينيا لما رئيسي طلب مني اكتب تقارير. بصلي كويس، بصلي كويس يا حلمي، هتشوف نفسك بعد 30 سنه. وانا طول يا فندم اطول احقق ربع اللي سيادتك حققته. اتمنى لك كده. شوف يا حلمي، انا بيتي ومكتبي مفتوح لك، اذا كنت عاوز تبلغني اي شيء بدون اوامر انا في انتظارك. تمام. خلاص يا باشا، هتفتح ايه؟ ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ انت مش عارف ايه ده؟ لا مش عارف. الله، انت مش قلت لي السديس ده عليه الشغل بتاعك؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه الحروف والارقام دي؟ والله بص، طالما دي ارقام يبقى ده اكيد رقم تليفون، واحتمال يكون دولي لان الرقم طويل. شفره. شفره؟ بقول لك ايه؟ شفره مش شفره انا ماليش فيه، انا عملت كل شغلي، دمرت لك الباص على الاخر اهو، يعني السديس ده هتحطه في اي جهاز هيفتح لوحده، اقعد انت بقى فك شفراتك على ما انا اروح افك ميه في الحمام واجي، ماشي؟ ما تاكلش منه. هتعمل ايه يا عمر؟ هتعمل ايه؟
عمر نصر الصحفي اللي مات من يومين. ايوه صح صح، بس مت ازاي وانت واقف قدامه اهو بيرفكت مان. متشكر قوي علي على اللي انت عملته، بس انا لازم امشي دلوقتي. لا تمشي تروح فين؟ ما انا لازم افهم جو السسبنس ده، انا عايزه قوي. وقته علي، يلا تامر. تامر مين؟ انا لازم افهم كل حاجه، انا اخلي امي تسيح لك كلها. تحب اقعد ارغي معاك ولا سيبني امشي دلوقتي؟ استاذ عمر تقدر تستاذن، ده معاد حمام التواليت بتاعي. وزي ما انت قلت انا ميت، يعني لو فتحت بقك بكلمه واحده هخلص عليك. اقسم بالله انت راجل ابن حلال وطيب، وبعدين انا هاكر اساسا والبوليس بيدور عليا اكتر منك. بقول لك ايه، الشارع تحت مترشق بوليس، البوليس نوعه غريب قوي كده، اول مره اشوفه. اكيد النوع ده مش هيجي لواحد تافه. يلا تامر. اكيد انت المطلوب. تامر هتنزل على ابوك على طول وتقول له ما يدورش عليا، انا هعرف الاقيه. اسمع الكلام يا تمور، وانت ما تقلقش يا استاذ عمر، اي حد هيسال عليك هخلي امي تعمل معاه السليم. الله يرحمك يا رب ويديك طول عمرك. يا حاجة انت مين؟ بقولك افتحت يا ساتر يا رب. تفتش صفتك ايه هنا عشان تفتش؟ لوحدك هنا؟ ايه؟ انت هنا لوحدك؟ اه لوحدي وابن فليبيا من زمان، عرفته فين؟ كمل وراه، وقابلها شكري بيه. وهو في الجامع دلوقتي. اه يا فندم حددنا مكانه، الاشاره اللي عندي بتقول كده. مستنيين ايه؟ ما تخشوا جيبوه بسرعه. شفت انك فوق السطوح عشان كده عملت لك شاي. شايف؟ كده لو الناس عرفت ان انا لسه عايش هيقولوا ان انا اللي لفقت حكايه موتي دي علشان اهرب من الاعدام. والمشكله بقى ان اللي كاتب الخبر في الجورنال بتاعي حته عيل، انا اللي معينه ومعلمه كل حاجه. ولا يهمك، قدام كل خاين ربنا هيوقف لك 10 يوقفوا معاك ويساعدوك. ما افتكرش. اكيد هم عرفوا ان السدهية دي هتوصل لك، او اللي لقى السدهية دي هيعرف يديها لك، عشان كده سبب. كانوا يقبضوا عليه؟ يمنعوا يديني السدهية دي باي شكل، مش ده كان اسهل؟ اكيد. هم دلوقتي بقى لازم اعرف ايه اللي على السدهية دي، دي اهم حاجة لازم اعملها دلوقتي. هيكون ايه على السدهية دي؟ والله ما عارف. منى مجدي مش كده؟ جمال سليم لواء شرطة. أنا آسف إن أنا جيت من غير ميعاد، بس
للضرورة أحكام؟ لا أبدا، بس أصل والله لو مش عاوزة تعرفي أنا جايلك مخصوص هنا ليه، ممكن نأجلها وأجي في وقت تاني. لا وقت تاني ليه؟ أنا الحقيقة الفضول مخليني عايزة أعرف حضرتك عايزني في إيه. طب بعد إذنك بقى ندخل نتكلم جوه، لأن الكلام اللي هقوله مش مفروض حد يسمعه. اتفضل. اتفضلي. اتفضل حضرتك. الحقيقة يا دكتورة منى، أنا اللي شجعني أجل حضرتك حاجتين مهمين أوي. أول حاجة إن إحنا كوزارة وأجهزة أمن بنحافظ أوي على أمن البلد دي، وبنحافظ كمان على المواطنين وخصوصا شخصية مثل حضرتك. والحاجة التانية؟ الحاجة التانية دي بقى حاجة شخصية. شخصية؟ ويمكن عائلية كمان. أنا مش فاهمة. هو حضرتك مش متجوزة ضابط شرطة؟ أيوة. خلاص يبقى نفس العيلة. أنا آسف الكلام أخدنا وما قلتكيش الباقية في حياتك. لا أبدا مفيش حاجة، البقاء لله. الحقيقة دكتورة معرفتي بشخصية عمر تؤكد لي أنه بعد الطلاق كان في بينكم علاقة شخصية محترمة. لا إطلاقا، أنا علاقتي انتهت بعمر قبل الطلاق بشهور، وبعد كده أنا ارتبطت بهشام، علاقتنا كانت رسمية جدا وفي أضيق الحدود. عمر الحقيقة كان ليه علاقة مع ناس ممكن تقول عليهم أشر ناس في الدنيا، والناس دول قرروا ياخدوا موقف من عمر. لو تفتكر إن عمر مات بأزمة قلبية زي ما بيقولوا، لا، عمر اتقتل. إيه؟ ادوله حقنة بعد ربع ساعة تبدو إنها أزمة قلبية، لكن بعد كده بيموت كأنها متطبيعية. وإيه اللي يخليهم يعملوا حاجة زي كده؟ إيه اللي يخليهم يعملوا كده؟ أهو إجابة السؤال ده هتعرفنا حاجات كتير قوي، ويمكن من خلالها نبرع عمر من قضية التخابر. يا ريت. على العموم الحكاية بالنسبة لهم ما انتهتش. الحاجات اللي عند عمر واللي هم عاوزينها قوي هتخليهم يحوموا حوالين كل حد ليه صلة بعمر، يمكن يفيدهم عن الحاجات اللي هم عاوزينها. يعني ممكن يعملوا؟ لا لا ما تخافيش دكتورة، انت متأمنة كويس جدا، العمارة كلها متأمنة كويس قوي، ناقص حاجة واحدة بس، نأمن الشقة من جوه. طبعا طبعا تحت أمرك. طب اسمعيلي بس، أخلي الولاد يدخلوا علشان يزبطوا كل حاجة ويعاينوا الشقة. ألو؟ تفضل. انجز بسرعة، احنا ضايقنا الدكتورة، ازعجناها اخر ازعاج. لا لا ابدا مفيش اي ازعاج. تاكدي يا دكتوره ان الداخليه مفتحه جدا، داخليه قويه تقدر على الناس دي واللي اعتى منهم كمان، بس انا هطلب منك طلب ارجوك تنفذيه بكل حرص. لو وصلتي لاي معلومه ولو صغيره عن الناس دول ارجوك اتصلي بيا. الأجهزة كفت المكان كله؟
ايه دي؟ جبتيها ازاي؟ انت بتجسسي عليا ولا ايه؟ اوعى تفتكر انك ممكن تغير الموضوع. انا قتلت الحكايه دي النهارده. انا مفيش سر في حياتي لو قلت لك عليه. واديني بدفع الثمن ومش ندمان. انما تخبي عليا حاجه زي دي؟ كلم ناس تهددها في التليفون وعلى طول عصبي. مين يستحمل ده في الظروف اللي احنا فيها؟ وايه الظروف اللي احنا فيها بقى؟ والله مش عارف. طب انا جالي ليه النهارده؟ كان بيتكلم معايا في قضيه عمر وكان معاه ظباط ودخلوا جوه، ولو كانوا شافوا المصيبه دي كنا رفنا كلنا في 60 داهيه. وايه اللي هيودينا في 60 داهيه؟ دي مجنونه. انت عارف ان هم شاكين ان عمر مات مقتول؟ الله يرحمه. بسم الله ما شاء الله. ده ايه البرود ده؟ منى! ايه الفلوس دي يا هشام؟ ايه السلاح ده؟ ايه اللي مخبيه عليا؟ اقسم بالله العظيم لو ما قلت لي دلوقتي لاخد ابني وامشي ومش هتشوفني تاني. براحتك. اعملي اللي انت عاوزاه. مهزلة! مهزلة بكل المقاييس! سعادتك أنا كنت بشوف شغلي مش أكتر. وشغلك بيقولك إنك تجيب راجل غلبان زي ده وتهينه وتعذبه علشان تاخد منه أي كلام؟ الراجل الغلبان ده يا فندم هو اللي كان مخبي عمر نصر عنده في البيت وهرب مننا، وأكيد بقى عنده كلام كتير جدا هو مش عايز يقوله، وأنا بقى مش هسيبه لما يقر. عاوز تقرره ولا تنتقم منه؟ هنتقم منه ليه يا فندم؟ وانا في ايه بيني وبينه؟ مش هرب عمر نصر وما خلكش تقبض عليه؟ والله لو كان هربه فعلا يبقى يستاهل اللي جراله واللي هيجراله. والنتيجه ايه؟ صفر كبير مدور. الراجل ده لو مات في ايدك هتفضل شايل ذنبه طول عمرك. ذنب ايه يا كمال بيه؟ ده عيال وسخه وشمامه وملهاش دية، واحنا بقى بنكسب ثواب لما بنخلص العالم من امثالهم. شكري، دي ارواح بشر زي وزيك، ومش احنا اللي نقرر يستاهلوا ايه وما يستاهلوش ايه. سكر الجهاز بتاعنا بيضطر احيانا انه يتخلص من ناس، فده بيبقى في اضيق الحدود علشان ما نتحولش لسفاحين وقتل. طب وهو عمر نصر ده اللي انا كنت مبعوت عشان اقتله، مش روح هو كمان؟ دي اوامر عليا مش ضروري نعرف اسبابها. انما طير ده راجل غلبان يروح ليه في الرجلين؟ لا اسمح لي يا فندم، انا بختلف مع سعادتك. انا مهمتي ان انا اقبض على عمر نصر، ولو اضطريت ان انا اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اوصل لغرضي ده صدقني هعملها. انت مش متجوز ما عندكش اولاد، شايف عليهم ولا على مستقبلهم؟ ما فكرتش لو عندك اولاد وكبروا انهم يتحملوا اخطائك؟ والله سعادتك شغلي هو كل حياتي. طب خلي بالك، لأن شغلك ده برضو هو اللي ممكن ينهي حياتك. طب ممكن أرجع على مكتبي وأشوف شغلي ولا في حاجة تانية؟ زي ما أنت عاوز، ولو عاوز تروح روح وسيب لي الطيرة، أنا هتصرف معاك. هقول يا فندم بنفسك؟ مضطر. هنزل ساعتك. أهلا. أهلا يا موزع. قبل ما نتكلم ولا كلمة، أنا عايز أعرف أنتوا إيه علاقتكم بالظبط بموت عمر نصر؟ دي سخنة قوي. ما أقولكش جراية يا قطة، أنت فاكرانا مافيا؟ أنا كنت قاعدة معاك وكنت بشتكي منه، وأنت قلت لي إنك هتتصرف، تاني يوم لقيته مات. أنا كل الحكاية كنت هقرص له ودنه قرصة خفيفة كده عشان يبعد عنك وما يضايقكيش، بس هو خدها من قصيره واتكل، وده طبعًا من حسن حظه. وبعدين انت ما قريتيش عنه مكتوب ايه؟ ها؟ دول كاتبين عنه انه جاسوس ووراه بلاوي سودا. انا ما بصدقش كلام الجرايد. والله انت قادره. بقول لك ايه؟ ما تخليش دماغك تشطح لبعيد. احنا لو بنحل مشاكلنا بالشكل ده كان زماننا خلصنا عن نص البلد. تاكلي ايه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ جرى ايه؟ هي ما بتتفهمش؟ تمام يا باشا. بص يا ستي، انا افهمك. في حتة ارض في المقطم دولة كانت عرضها للبيع، وانا ويحيى بيه دخلنا مناقصة عليها، بس للاسف المناقصة اخذها راجل مستثمر خليجي. ازاي يجبل؟ المستثمر ده كان عايز يعملها كومباوند،
هنا والراجل ده عمل لك كل اللي نقدر نعمله علشان نزهقه من الارض، لا نخليه يعرف يبيعها ولا حتى يلتزم بمواعيد عن طريق بقى اشاعات، خطف زباين، مقاولين من بطن ياخروا المواعيد علشان الاسعار تعلى. المهم الراجل في الاخر وافق انه يبيع، بس للاسف في مشكله، الراجل برضو مش عايز يخسر والارض غاليه. هنا بقى يجي دور كلامك. اللي هو ايه بقى؟ انت عارفه ان في صخره كبيره وقعت في المقطم وكانت سبب في مقاسات الدول، والناس بتقول ان الارض في المقطم كلها نوت ستيبل، وعشان كده هي ارخص من اي حته تانيه. عايزك انت بقى تنفخي في الموضوع ده وتخوفي الناس عشان يخافوا يشتروا هناك، وخصوصا في المنطقه اللي فيها الارض بتاعتنا. وانت تحت ايد كل الصحفيين، وبالنسبة للجبر ما تخافيش هيتعاون معاك. مش بس كده، في صحفيين كتير قوي في الجورنال بيشتغلوا معدين لأكبر وأهم البرامج في مصر. يعني انت ممكن تطلعي في برنامج أو اتنين تحذري الناس وتخوفيهم، وممكن نأيد كلامك باتنين تلاتة جيولوجيين وبخرائط موثقة نثبت كل كلامك. ساعتها كل اللي عايزين يشتروها هيخلعوا. اسم الله عليك يا مزة. وساعتها المستثمر الخليجي هيجي راكع على رجليه ويقول اشتري الارض بالسعر وبالطريقه اللي انت عايزها. حرام اللي هتعملوه في الراجل ده. انت عايزانا نسيب ارض بلدنا لراجل غريب؟ يا شريف، الدمعه هتفر من عيني من كتر الوطنيه. طب نفرض ان انا وافقت، هي هتبقى باظت على الكل. ازاي هتشتروا ارض كل الناس عارفه انها بايظه وهتقع وكل الكلام الجميل ده؟ الناس بتنسى، وعلى ما نجهز ونوضب الارض هنكون اتصرفنا. ازاي؟ عادي، زي ما اتقال ان الارض بايظه ومش نافعه هيتقال انها حلوه وروعه. انت عايزني اطلع تاني واغير كلامي واقول ان انا كنت غلطانه؟ ابدا، ده مش قياس. احنا هنطرح وجهه نظر جديده، وممكن نطلعك في البرنامج مع حد منهم وتقتنع بوجهه النظر. طب لو انا وافقت على الموضوع ده، الناس اللي هيشتغلوا معايا اكيد هيبقوا عايزين فلوس. والله لو طلبوا في حدود المعقول واي نوت. وانا انت هيبقى لك احلى واجمل واطعم فيلا في الكومباوند. هديه ليكي. وهديه لمين؟ الاحلى واطعم واجمل مدير التحرير في العالم. وطبعا ده مش هيبقى اول ولا اخر تعامل بيني وبين يحيى. يبقى عشان كده انتوا كلمتوا جبر عشان يخليني مدير التحرير، لان عمر نصر طبعا ما كانش هيساعدكم في الموضوع ده. بص يا رجل، انا كنت قلت لك الكلام ده قبل كده واحنا بعدنا، بس انا دلوقتي هقول لك قدام يحيى. مش عاجبك السوق، امشي روحي قدمي استقالتك لجبر، واحنا هنتصرف معايا شوف لنا واحد تاني. لو عجبك بقى كلامنا اشتغلي معانا، بس من غير ما توجعنا دماغنا. تمام؟ لا يا شريف، رضوى هانم هتوافق وهتجيني بكره المكتب عشان اديك الاوراق ونتفاهم في الموضوع ده، وعايزك في موضوع. نسيت المفتاح يا هشام. منى، منى ارجوكي ارجوكي فوق يا منى. منى انا لسه عايش، انا ما متش. حتى بعد ما سيبنا بعض برضه عندك القدره انك تجيب لي انهيار عصبي. انا اسف، آسف، بس والله أنا ما عملت حاجة علشان يحصل لي اللي بيحصل ده. أنا كنت خلاص بحضر نفسي أبقى موظف صحفي بيروح الجرنان وبيروح البيت، بس الظاهر بقى المشاكل هي اللي مش عايزة تسيبني. طب ما تطلع على التلفزيون وتقول الحقيقة للناس. وأنتي ما قريتيش عن قضية التخابر اللي هم عاملينها لي؟ ليه؟ عشان أفضل هربان. أيوة ليه كل ده؟
تمام سعادتك. عمر عن طريق طبونا دلوقتي. طب اتفضل انت. ايوه. اوامر سعادتك. تحت اوامر سعادتك يا فندم. احنا جاهزين للتحرك. عاوزه حي يا شكري. مش فاهم يا فندم، يعني هو المفروض كده كده ميت، ايه اللي هيفرق يعني؟ عاوزين نعرف انا منين، اتكلم مع مين، ايه اللي حصل له، مش عاوزين نسيب ورانا بيبان مفتحه. تمام سعادتك. اهي جات لك مقشره. مش عاوز اسمع تاني اي اعذار، اي اعذار. ان شاء الله يا فندم هيكون عند سعادتك. وانا مستني. انا اذنك فندم. أنا عارف إن وجودي ممكن يسبب لك مشاكل. لا بس أصل زياد نايم وممكن يصحى في أي وقت ويشوفك. وهشام كمان ممكن يجي في أي لحظة. ممكن. وعشان كده لازم. من غير ما تكملي. أنا فعلاً لازم أمشي. خلاص. بعد اللي حصل ده صعب أقعد في أي مكان أكتر من 5 دقايق. يا إما هأذي الناس اللي فيه. أنا ما أزيدكيش. أو يمكن أكون عملت كده وأزيد كل اللي حواليا، بس صدقيني غصب عني ما كنتش قاصد. القوة اتحركت؟ من تلت ساعة يا فندم. حلمي عاوزك تروح وراهم فورا دلوقتي، تراقب كل اللي هتشوفه بدقة، وترفع لي تقرير رسمي بكل اللي شفته. لكن يا فندم أرجوك، ده أمر رسمي مش أمر شخصي زي المرة اللي فاتت. للأسف ما بقتش أثق في شكري ولا في قدراته. ما هو يا إما عمر ده أذكى مننا كلنا، يا إما شكر بينفذ حاجة في دماغه ولا حسابه الشخصي. تقصد سيادتك إنه ممكن يكون قصد إن عمر يهرب منه؟ أنا ما أقدرش أرمي اتهامات بدون دليل. أتمنى إن ظني يطلع في غير محله، وإن رجالتي يكونوا بالكفاءة المطلوبة. تمام سيادتك. ايه ده يا زياد؟ انت لسه صاحي؟ انا كنت عارف انك هتكلمني. يبقى اتفرجت على البرنامج. ايوه انت كنت تضحك. اعمل ايه بس؟ ما بدل ما نتخانق يا زياد. خلاص يا زياد. انا لسه متكلم. زياد اسمع كلام مامي يخش نام. انا لسه مش عايزه انام دلوقتي. زياد الو. معلش يا عمرو، هو لازم ينام عشان عنده مدرسه الصبح، بس كان مستنيك عشان تكلمه. معلش انا اسف طبعا ان انا بكلمكم في وقت متاخر. لا ابدا مفيش مشكله. طيب من فضلك قولي له بس ان انا مسافر اسكندريه كده يومين اجازه، ولما ارجع ان شاء الله هنبقى نقضي يومين مع بعض. تصبحوا على خير.
ابني لازم يعرف الحقيقة. أنا مش جاسوس. لازم تقول. أنا متشكرة منى. آه، في ناس جم سألوا عليك. لواء اسمه كمال سليم وقال لي حاجة غريبة. قال لي إن الوفاة حصلت بسبب حقنة مميتة بتعمل شبه زي الأزمة القلبية كده وما بتسيبش أي أثر في الجسم. الكلام الفارغ ده. هيبدأوا يطلعوا إشاعات علشان أفضل هربان. بالعكس، ده قال لي لو قدروا يعرفوا معلومات عن الحقنة دي ممكن يطلعوك براءة من قضية التخابر. اسمه إيه؟ الو، استاذ رضوى القصاص؟ ايوه، مين معايا؟ انا حد ما تعرفيهوش، بس عندي معلومات مهمه جدا عن قضيه التعذيب اللي حضرتك شغال عليها. ايه؟ لو الموضوع يهمك قابليني في وسط البلد بعد 9:30. اول ما توصلي كلميني على التليفون. الطريق قربت اوصل. كويس قوي. اول ما توصلي ميدان مصطفى كامل تركيني العربيه وتنزلي منها. معلش بس انا كده ابتديت اقلق. هو احنا مش هنتقابل في المكان اللي اتفقنا عليه؟ لو قلقانه او خايفه يبقى بلاها. لفتي وروحي على ايدك وانسي انك تكلميني تاني. قررتي ايه؟ اوكي. قلت لأي حد إن أنت جاية تقابليني؟ لا. ترجع عربيتك فورا. ليه؟ في حد مراقبك. خش العربية، ما تبصيش وراكي. خش العربية بسرعة وحط التليفون على السبيكر وأنا هقول لك هتعملي إيه. زي ما انتي خليكي ماشي على طول. اسمع يا رضوى، على قد ما تقدري. برافو عليك. حاولي تطلعي من العربيه اللي قدامك. خش الميدان اكنك ماشي على طول. خش شمال دلوقتي حالا، خش شمال. نعم. حاسه انها متراقبه؟ ليه، هي شغاله معانا ولا ايه؟ شكلك انت اللي مش عارف تعمل شغلك صح. بقول لك ايه، انت لو ما جبتليش تقرير مظبوط عنها وديني ما ارحمك. انت سامع؟ الو،
انا دخلت الباركينج، انا مش شايفه حد خالص، انا ماشيه على طول اهو. طب انت فين طاير؟ انا وراكي بس. انت نسيت حاجه، انت عايش، انت نسيت حاجه. احنا كده اللي بقى شويه قوة. طب عمر بيهرب منكو لانه راجل في حكم الميت، وجارسته هي اللي بتحركه علشان يبعد عن صيامه، انما حته بنت صحفيه في جرنان تهرب منكو؟ انا بدات اشك في قدره الجهاء، بدات اشك في نفسي شخصيا. فندم انا مش جاي اقدم اعذار كالعاده، احنا فعلا عندنا مشكله كفاءه وكلنا محتاجين اعاده تاهيل. ده بالنسبه لك، ما تعلقش اخطائك على اي شماعه، ولو كنت مؤمن بالكلام اللي انت بتقوله ده استقالتك تبقى على مكتبي. ممكن حضرتك تديني فرصة أخيرة؟ ما هو مفيش إنجاز، لو رؤسائي بيدوني الفرصة دي كنت اديتها لك، لكن أنا بسمع منهم نفس الكلام اللي أنا بقوله لك. تمام يا فندم، أنا في مكتبي ومنتظر تعليمات سعادتك. على إذنك. لما فكرت في كل الناس اللي حواليا لقيت إن أنتي أكتر حد ممكن أثق فيه. أكتر حد ممكن تثق فيه؟ ولا آخر واحدة ممكن أي حد يفكر إنك تلجأ لها؟ أنا طبعاً مبسوطة إنك عايش، ومبسوطة إني شايفاك قدامي دلوقتي، بس مش عارفة أقول إيه، مش عارفة أحس إيه أصلاً. مش عايزة تبقي صحفية كبيرة؟ اتفضلي يا ستي الفرصة قدامك. أبقى صحفية؟ أنا صحفية غصب عنك، ولعلمك بقى هتشوف الموضوع اللي أنا شغالة فيه دلوقتي لما يتنشر هيعمل إيه في البلد وهيكشف مين. بتهيألي اللي أنا فيه ده أهم من أي موضوع ممكن أي حد يكتب فيه. بس ده موضوعك مش موضوعي. صدقيني لو المشكلة دي اتحلت وعد مني الموضوع ده هدية منك. المشكلة دي ممكن تتحل ازاي؟ وبعدين حتى لو اتحلت تفتكر ممكن تتنشر؟ حاضر، أنا محتاج مساعدتك بجد. عمر الموضوع ده خطير قوي، وأنا عندي بنت. أنا مش هسمح إن أي حاجة تحصل لك صدقيني، واللي حصل النهاردة ده أنا مش عارف حصل ازاي، ازاي قدروا يراقبوكي؟ لو قلنا مثلا إن هم عرفوا التليفون بتاعي ما لحقوش يراقبوه، وإلا كانوا زمانهم حوالينا دلوقتي. نفسي أعرف ازاي ربطوا بيني وبين. ايه؟ اني كتبت اسمك في الاوضه اللي انا كنت قاعد فيها. كتبت اسمك في الاوضه؟ ازاي يعني؟ كنت بفكر بس ازاي قدروا يعرفوكي؟ ازاي قدروا يراقبوكي في الوقت ده؟ مين اللي بيجري ورايا؟ مين الناس دول؟ قولي يا عمر انا ممكن اساعدك ازاي؟ قولي نبتدي منين؟ جبر وقاسم. جبر ده اول واحد كلمته، ومع ذلك راح الجنازه الوهميه اللي هم عملوها لي، ومبطلش نشر مواضيع اللي بتاذيني وتدمر سمعتي، وانا متاكد كمان ان هو اللي بلغ عني علشان يجي يقبض عليا. وياسر بياخد تعليماته من جبر. موضوع الجاسوسية والخيانة ده موضوع كلام فارغ، ومش ممكن يكون وصل للمعلومات دي بنفسه. أكيد حد قالها له، أكيد حد ملاها لكل الناس لأنها مكتوبة بنفس الصيغة في كل الجرائد. أنا شايفة إن إحنا لازم نركز مع جبر لأن هو اللي ليه علاقة مباشرة بالموضوع. لا جبر ده تعبان، لو فتحت معاه الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر هياخد باله، إنما ياسر هو السكة السهلة. طب أنا هروح دلوقتي الجرنان واروح لآسر واحاول افتح معاه الموضوع كده من بعيد واشوف هيحصل ايه. بصي قولي له الموضوع اللي انت شغاله عليه بتاع التعذيب ده يعني ليه علاقه مباشره باشخاص موجودين في قضيه التخابر بتاعتي، وان انت كمان محتاجه استشاره قانونيه. اوكي، طب هو انت هتعمل ايه؟ مش عارف ابدا منين ولا اعمل ايه، بس اهم حاجه اعملها دلوقتي ان انا الاقي اي حاجه تثبت ان انا كنت عايش او ان انا عايش دلوقتي، علشان بس منى تقدر تبدا في اجراءات اعلام الوراثه. انا عايز فلوس، انا خلاص ما عادش معايا فلوس خالص. بس انت هتعمل ده ازاي؟ ان شاء الله ربنا هيسهل. طب الراجل اللي كان بيراقبني ده يعني تفتكر ممكن الاقيه تحت مستنيني؟ ولا تقلقي، اول ما تنزلي اشتري اي حاجه من اي محل وامشي عادي وركبي عربيتك وسيبيه يراقبك عادي خالص. ازاي يعني؟ هما مش عايزين منك اي حاجه، اعتبريه حراسه شخصيه، وانا كمان هعمل اكونت على الفيسبوك وهتكلم معاكي بيه، مش عايز اكلمك في التليفون ومش عايز نتقابل تاني. لا بالعكس، خلينا نتقابل، يمكن تبقى دي مغامرة هتخليني ابقى صحفية بجد. رضوى انتي مش شاكة اكون جاسوس بجد؟ جاسوس؟ لا، لانك لو ما كنتش بتحاول تثبت براءتك كان زمانك بتحاول تهرب دلوقتي من البلد وخلاص، انما انت قاعد ومستني ومستخبي وبتحاول تعرف الحقيقة، يبقى الحقيقة في صفك. عارف ان الوقت مش مناسب، بس انا بجد عايز اعتذر لك عن كل كلمه قلتها. لا يا عمر ما تعتذرش، لان كل الكلام اللي انت قلته ده كان من قلبك، بس انا هخليك تعترف انك غلطان.
ولو ان ده هيبقى اصعب بكتير من انك تثبت انك عايش بعد ما مت ودفنوك. انت عرفت منين ان انا مش ممكن ابلغ عنك؟ عشان عندك حاجه عايزه تثبتيها، وده هيكون احسن رد عليا علشان اطلع غلطان. بس صدقني والله العظيم في اللحظه دي اتمنى ان انا فعلا اطلع غلطان. استنى بقى لغاية ما اجيلك وانا متأكد بنفسي. انا هقول لك طراس الافعى بايد عدوك. لا بجد ده انت عايش بقى. اسف ان انا خيبت ظنك. بصراحه ربنا انت خيبت ظني فعلا، وانا مش مبسوط. انا كنت عامل حسابي ان انا هزورك في المقابر، ادي عليك دعوتين وبعدين اروح. بس زيارتي دي شكلها هتتاجل، او يمكن ما تتاجلش حسب ما هتقولي انت جايني انا ليه. انا جاي لك علشان عايزك تساعدني. اساعدك؟ ايه النكته الغريبه دي؟ صحيح عمر انا صحيت الصبح كنت حاسس كده ان اليوم هيبقى لطيف وظريف، بس ما كنتش متخيل انه هيبقى بالظرف واللطف ده ويقلب في الاخر برضه كوميديا. انا سعد وقال وجيه لو سمحت خليهم يجهزوا لنا اتنين فطار سبيشال فيهم كل الحركات. واضح بقى ان الاستاذ عمر ما كانش بقاله كتير، والله اعلم هياكل تاني امتى. تعالى تعالى، عايز نساعدك ليه يا عمر؟ ده انا يا راجل اتسجنت بسببك سنه وثمان شهور، خسرت أرض بسبعين مليون جنيه، ده غير اللي لها في المحامي وشوية الناس ريال. هات لي بقى سبب واحد وجيه في الدنيا يخليني أساعدك. نسيت حاجة كمان أنا كنت السبب فيها، إن المدام طلبت الطلاق لما أنت اتسجنت، ولا دي حاجة جت على هواك؟ لا دي معاك حق، بس برضو ما قلتليش ممكن أساعدك ليه؟ يمكن عشان العشرة. العشرة؟ لا بص بقى مش عايزين نتقرف، خلي الكلام ده بعد الفطار. يمكن أو تقدر تقول يعني إن في حاجة عندي أنت ممكن تبقى عايزها بجد. أنت معك حاجة أنا عايزها؟ أدي نكتة،
احلى من الاولانيه بس برضه نكته. يا ابني انت هربان من قضيه التخابر، الله اعلم يكونوا ملفينها لك ولا لا، واصحابك اللي انت متسند عليهم دول باعوك دولك السكه، فانت جايني انا مصدي وعدمان كده مش لاقي حتى تمن الفطار، ومتخيل ان انت عندك حاجه انا ممكن اكون عايزها. لو ايه يا عمر؟ انا عايزها لدرجه ان انا ممكن اساعدك. انا عايز اعرف الحاجه دي ايه بجد. بقى برافو عليك يا عمر لانك اثرت فضولي وخليت رغبتي في ان انا انتقم منك اقل بكتير جدا من رغبتي ان انا اعرف. قول لي بقى ايه الحاجه دي؟ في ارض قد الارض اللي انت اتسجنت بسببها مرتين، وهتدفع فيها 30 مليون جنيه بس. 30 مليون؟ ايه؟ افتقرت وعايز تفهمني لو معكش 30 مليون؟ لا 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 مش ده الموضوع. قول لي بس الارض دي فين؟ جنب الارض اللي انت اتسجنت بسببها. زمان وانا شغال على موضوعك ببص على الخرايط كده واقول الراجل ده حمار ولا ده انا اسف. انا كنت بقول كده لنفسي يعني. بقول ازاي يسيب حته الارض دي ويطمع في حته الارض دي؟ مع ان الارض اللي هو سايبها هيتفتح قدامها طريق زي ما انت عارف، وساعتها ثمنها هيتضاعف 10 اضعاف. وانت بقى الذكي ها؟ متخيل ان انا ما حاولتش اخد الارض دي باي طريقه. دي خابت منك يا عمر. الارض دي يا عمي عليها نزاع بين العرب والحكومه والورثه وفيها قتل وبلاوي سودة. الارض دي خلاص ما عادش عليها اي نزاع، النزاع اتحل. واللي خدها هيتصالح مع الحكومه لو دفع 10 مليون جنيه بس هو ما عملش. لو انت دفعت ال 10 دول اديته 20 مليون هيسيب لك الارض. انت عرفت المعلومات دي ازاي؟ تقدر تقول المحامي اللي شغال على الحكايه صاحبي، وهو اللي حكي لي، وهو الوحيد اللي ممكن ياثر على صاحب الارض علشان يبيعها لك بالثمن ده. فانا بقى محتاجه عشان من غيره مش عارف اقنع الناس دي واخلص الدين، مش كده؟ بالظبط كده. مين بقى المحامي ده؟ لا هتعرف لما تروح تمضي، وقبل ده كله لازم تعمل اللي انا عاوزه. طبعا هعمل لك اللي انت عاوزه، احنا لازم نعمل كل اللي انت عاوزه، واولهم بقى ان احنا هنفطر.